بالنسبة لبومرداس، بومرداس اليوم اللي يعرفوا بومرداس يعرفوا باللي أصبحت ولاية رائدة في الفلاحة، في الفلاحة اللي تستعمل التقنيات الدقيقة وتستعمل الإلكترونيك. بالطبع يعني الفلاحة تطلب مياه، مثل ما طلبت من السيد الوالي والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي أنهم يحثوا المواطنين الفلاحين، احنا نشجعهم على الإنتاج تاعهم ذو جودة عالية جدا. اليوم أعتقد أن بالنسبة لإنتاج العنب في الجزائر وفي غير الجزائر، بومرداس يعني ولاية رائدة، لا من ناحية الجودة ولا من ناحية الكم ولا من ناحية الكيف. إذن ماذا بيا مثل ما نتجندين تحلية مياه البحر، نتجند كذلك الاستعمال في الفلاحة المياه المستعملة ومعالجة. les eaux usées traitées on doit les utiliser في الفلاحة باش نخلي الماء الشاروب للمواطن المباشرة. باقي بالنسبة لولاية بومرداس نهنيهم بهذه المحطة، إذا كان ما تكفيش نزيدوا محطة أخرى، ما فيش قابلة للتوسيع، نوسعوها إلى أقصى حد حتى نوصل مثل ما قال تاع الري، يا ريت نوصل 80% تاع استهلاك مياه صالحة للشرب من تحلية المياه باش نحافظ على المياه الجوفية نتاعنا. أما المياه السطحية السدود وهذه فماشية بقضاء الله وقدر، ما نتحكموش فيها. إذن شاكر لكم كثير كل هذه المجهودات، ونتمنى إن شاء الله مزيد من انتصارات للشركة نتاعنا سوناتراك سونارغاز وكوسيدار وغيرهم، وشكرا.